هل يصح القول أن القوى الشيعية الآن تمردت على السيد الكاظمي وستعيد نفس السيناريوهات التي حصلت مع علاوة والزرفي؟ أظن أنه السيد المكلف وضح من خلال تسريبات من مقربين منه أنه اقترح الكابينة ولم يرشح هذه الكابينة التي ظهرت في الإعلام. وأيضا الأخوة في السباعية من البيت السياسي الشيعي وهم القيادات قالوا سحبنا التفويض وريد أن معاملة بالمثل مع البيت السياسي الكردي والبيت السياسي السني، لكن هل هم ذاهبين إلى مماطلة والدخول في فترات زمنية تمدد لحكومة المستقيل السيد عادل عبد المهدي؟ لا أظن ذلك، لأن العراق في فترة الزرفي وفي فترة السيد علاوي كان أمامه تحدي، هو تحدي مطالب متظاهرين وهي واضحة، مطالب اقتصادية سياسية في إصلاح النظام السياسي، وأيضا في فترة الزرفي هناك أيضا تحدي آخر وهو التحدي الصحي، انتشار وباء كورونا. لكن في حكومة السيد في تكليف العفو السيد الكاظمي زيد هناك خطر آخر وهو انحدار وانخفاض أسعار النفط في 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 بشكل يهدد الاقتصاد العراقي ورواتب الموظفين من كل طبقاتهم. هذا التحدي العفو هذا التحدي جعل العراق بحاجة لأن يستدين من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي واضح في شروطه أنه يشترط أن يدين العراق أموالا بشرط أن تكون هناك حكومة جديدة. القيادات السياسية الشيعية والسنية والكردية تعلم أنه العراق لن يخرج من هذه الأزمة الاقتصادية ما لم يكن هناك مساعدات خارجية، والمساعدات الخارجية تشترط أن تكون حكومة جديدة. هي لم تشترط حكومة الكاظمي لكنها تشترط حكومة جديدة.